السلام عليكم ورحمة الله أخوتي وأخواتي في حلقة جديدة. كنتمنى هذه الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم طبق ديال الأرز الكامل أو ديال الروز الكومبلي اللي انتم ما طلبتوني عليه، وإن شاء الله ما يكون غير خاطركم. كنعتذر على التأخر في تلبية الطلب، نظرا اللي اش غنقول لكم، الروز الكومبلي مدينة سطات ما تيجيبوهش فيها بزاف، والوحيد الشخص الوحيد اللي غادي يجيبو ماشي هو من سطات، وكان خارج سطات وملي رجع عاد جابو لينا والحمد لله. واليوم ان شاء الله غادي نطبقوا مع بعضياتنا واحد الوصفه جميله اللي تعجبكم ان شاء الله، وبقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. مكونات هذه الوصفه هذه غادي نحتاجوا فيها، عندنا هنايا البرقوق المجفف، غسلته مزيان بالماء طيب وعاد درته نقعته في الماء باش دغيا ايطاليه، والزبيب هذا زبيب بلدي، هذا الزبيب البلدي هذا اللي كتشوفوا حتى هو غسلته مزيان وعاد عاودت درته في الماء باش يرطب. غنحتاجوا اللوز، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. اللوز هذا غادي نحمروه في الفران بهذا الشكل، ما غنسلقوه ما والو، غنحمروه في الفران. جوج حبات كبار هذه هي البصله حمراء اللي سلطتهم على حسب اللي عندكم، يعني خليتهم ترونش. غادي نحتاجوا للروز، الروز الكامل، وهذا عندي الروز الكامل طويل، لما كانش متوفر ديروا الروز الكامل هذاك اللي داير اللي هو غون، الحبه ديالو ماشي طويله. هذا غادي ناخذ منه تقريبا واحد 150 حتى 200 غرام على حساب جوج ديال الاشخاص. وعندنا الماء اللي هو يا ماء عذب مفلتر اللي غادي نطهيو فيه الروز ديالنا. عاد نشوفوا التوابل، غناخذوا اللوز ديالنا هو الاول، لكن عندنا نوا دو كاجو او لا كاجو حتى هو نقدروا نشدوه نحمروه، انايا ما عنديش حاليا، غادي ندير غير اللوز بوحدو. مهم الا كان عندكم نوا دو كاجو ضيفوه حتى هو كيجي زوين. وناخذوا البصله ديالنا نديروها هنايا، وغادي نديروها تشحر، غادي نزيدو على غير واحد شويه ديال الماء ونغطيو عليها، نمشيو نحطوها فوق البوطه على نار مهيله جدا، يعني نار جد هادئه. كيف ما كتشوفوا معايا حطيت التبصيل على الميزان وهو طافي، عاد شعلته باش يبقى ليا في العبار ديال الزيرو، باش نشوفوا مع بعضياتنا القياس اللي بغينا. حنا قلت لكم 200 غرام، غادي نزيدها نقصها شويه باش نخليوها في 200 غرام. غادي نغسل الروز ديالي مزيان اولا، وملي غادي نغسلو غادي نضيف عليه الماء اللي غادي نغليه مسبقا، غادي ناخذ هذا الماء نمشي ونغليه هو الماء. بالنسبه للناس اللي فايت سبق ليهم سولوني على الروز الكومبلي او الروز الكامل، كانت واحد الماركه وريتها لكم قبل اللي هي يا الحبه ديال الهضيره، واللي متوفر حاليا بسبب جائحه كورونا هو هذا الشكل، هذا هو اللي لقيته عندنا في المدينه اللي سميتو اورينتي. هذا منتوج برتغالي تيتصنع في البرتغال، طريقه ديال الطهي ديالو سهله، على حساب كل كوب ديال الروز كنديرو كوب ديال الماء، كل كوب ديال الروز كنطهيوه في كوب ديال الماء، ومدة ديال الطهي كتراوح ما بين 20 دقيقة و 25 دقيقة. هنايا كاينين لي زانديكاسيون بعدة لغات، هذا غير باش تعرفوا.
وبالنسبة ليه ما نقدرش نقول لكم الثمن، ما عارفاش انا الثمن ديالو الحقيقي. مهم انا شريت كيلو ب39 درهم. في نفس الوقت راني حضرت ليا واحد الكوب من مشروب اوراق التين او الوراق ديال الكرم ديال الكرموس اللي كنقول لكم دائما راه جيد وكينفعنا مزيان. انا غادي نشربو دابا هويا. الرائحه ديالو زوينه حيت فيه ديك الريحه اللي كتكون في التين، يعني ريحه الكرموس النيت كاينه حتى في الريحه ديال الاوراق. العمليه سهله ديال التحضير ديالهم. جبت الاوراق من الشجره النيت طريين وغسلتهم جيدا لعده مرات حتى حيدت منهم التراب ومنهم الحشرات في المره الاخيره، حيت وضعتهم في الماء وضفت عليهم الخل، خليتهم في الخل وعاود غسلتهم مزيان عاد جففتهم. طريقه التجفيف سهله، حاطه واحد الصينيه فوق الفران ديال الخبز فيما تنشعل تنبغي نطيب فيه شي حاجه، تيبقاو هذيك الصينيه فيها هذوك الوريقات دايره تحت منهم واحد المنديل وفوق منهم منديل، بقاو تكرموا راسهم في عوض ما غنكرمهم في الشمس. تقدر تكون الغبره شي حشرات ولا شي حاجه، بهذه الطريقه تكرموا ليا وبقاو ليا مزيان. ها هي الاوراق ديال التين مجففه، احتفظت بها. الا كان عندكم قاروره زجاجيه كبيره اللي تقدروا ديروه فيها ديروه فيها. والان غادي نمشيو نشوفوا الرز ديالنا باش نطيبوا. ها هو الرز، غنديروه فوق نار متوسطه ويطها 25 20 دقيقه. هو الماء خلينا مزيان. غادي نوريكم شنو هما التوابل اللي غادي نديرو دابا مع الرز. الملح حسب الذوق، ملح البحر الخشن. غادي نضيفو سكينجبير او زنجبيل واحد نصف ملعقه، غنضيف القليل من السودانيه. هادي راه مجهده مصيبها على يدي. نضيف عود ديال القرفه، ويمكن لكم تضيفوا شويه ديال القرفه لا بغيتو. انا غاديش نضيفها، غادي نضيفها في البصل اللي غنعسل. وغادي نضيف بعد شعيرات ديال زعفران شعره وغنحرك ونخليطها ونشوفوا مع بعض ديالتنا البصله. شوفوا معايا البصل اللي خليته كيتشحر في القليل من الماء، ما ضفت ليه لا توابل لا والو، بغيتو حتى يدبل باش ما تحرقش لينا التوابل اللي غادي نضيفو. اول حاجه غادي نضيفوها هي الملحه، ما غنديروش بزاف حيت مازال غادي نضيفو ليه واحد الملعقه صغيره ديال العسل باش نعسلوه في الاخر. غادي نضيف ليه شويه ديال السكينجبير والقرفه فقط. غادي نضيفو كيف ما ذكرت لكم الان شويه ديال القرفه، واحد نصف ملعقه ديال القرفه، غنزيد واحد شويه ربع ديال الملعقه لانه من بعد غادي نضيفو عليها الزبيب والبرقوق. البرقوق غادي نضيفوه هو الاولاني حيت كيشد شويه الطياب على الزبيب، وعاد غادي نضيفو الزبيب ملي تبقى ديك 10 دقائق ديال الطهي. وغادي نضيف ايضا واحد العويدات ديال القرفه ولا عود واحد. ها هما العويدات ديال القرفه. وغادي نضيف لها شويه ديال الماء ونخليها تطهى واحد 10 دقائق اخرى، عاد نضيف ليها البرقوق ولا 5 دقائق كافيه ونضيفوا البرقوق يطهى معاه. كتشوفوا معايا ما ضفتش الزيت تماما،
في الاخير ملي كتبقى ديك جوج ثلاثة ديال الدقائق عاد غادي نضيف الزيت واحد شويه. كيبقى الاختيار ليكم، اما زيت الزيتون اما زيت جوز الهند لكن عندكم، ولا زيت ديال ارغان الخاص بالطهي. ودابا نضيف نزيد شويه في الغاز باش نخليه كيطهى على نار متوسطه ونغطي عليها. غادي نضيفه في هذه اللحظه البرقوق، وضفت واحد المعلقه ديال زيت الزيتون مع الروس اللي مازال كنطهي فيه حتى هو حركته دابا، ونشوف لا مازال خاصني الماء، نضيف الماء للبصلة انا غنضيف هاد الماء اللي كان فيه البرقوق لانه نقي، ضفت منه شويه فقط، نخليهم مازال يطهوا واحد عشرة ديال الدقائق عاد نضيف عليهم الزبيب. ها هو الروز ديالنا نشف تماما من الماء، صافي غادي نحيدوا هاد العويه ديال القرفه. نضيفو عليه الغاز، نضيفو الان الزبيب، وملي غادي نضيفو الزبيب غادي نضيفو معلقه صغيره ديال العسل. الناس اللي ما تيعانيوش من شي مرض مزمن واللي ما ممنوعش عليهم العسل يعني يقدروا ياكلوه، يقدروا يديروا القياس اللي هما كيبغيو ديال الحلاوه، والحق يكون عسل حر. ها هي معلقه صغيره ديال العسل، وغادي نضيف في هذه اللحظه هذه معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ونخلي الكل كيطهى لواحد المده ديال 5 ديال الدقائق. اللي ما بغاش يدير زيت الزيتون كيف ما ذكرت لكم سابقا، دير معلقه ديال زيت ارغان ولا معلقه ديال زيت نوا د كوكو، زيت جوز الهند. وغادي نخليهم يطهوا كيف ما ذكرت لكم 5 ديال الدقائق. كنتمنى تكون هاد الوصفه وهذا الطبق ديال الروز الكامل بهذه الطريقه يكون نال الاعجاب ديالكم، ومازال نديروا وصفات اخرين بالروز الكامل، تسناو معايا الجديد ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله مع حلقات اخرى. الناس اللي مازال ما تابوناوش في القناه تابوناو دابا، ديروا جيم لا فيديو فضلا امرا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد اعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم اللي كتفيدني وتخليني نستمر. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم الجميله والدعاء لي بالشفاء، والى اللقاء.